حياكم الله مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. راح تتابعوا ويانا خلال هذه الساعتين فقرات اجتماعيه واسريه وطبيه وغيرها الكثير، وكمان لا تنسوا تتابعوا معنا في الساعه الاولى جوله سريعه على اخر الاخبار المتداوله. يسعد مساكي ندى. يسعد مساك رؤى، واكيد يسعد مساكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقه جديده ومميزه من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. اذا ندى خلينا نطلع ونشوف مع المشاهدين ابرز عناوين حلقتنا لليوم. الشخصية المهنية وهل تؤهل أصحابها للنجاح الوظيفي؟ في فقرتنا الطبية أبرز الحقائق عن طنين الأذن وهل يعتبر مؤشر لفقدان السمع مستقبلاً؟ أما في الفقرة الفنية باستخدام الخيوط والمسامير، فنان يبدع في صناعة اللوحات المختلفة. تحذيرات بعدم الزواج من الموظفة، فهل يخاف الرجل من المرأة القوية؟ في بداية جولتنا الإخبارية وفي بادرة رائعة، أعلنت جامعة الملك فيصل عن القبول المباشر لجميع طلبة المملكة الفائزين بتسع جوائز عالمية حققوها في منافسات المعرض الدولي العالمي تايسف 2024، وذلك تقديرا لما حققوه من إنجاز علمي ووطني مشرف، بالإضافة لتقديم عدد من المميزات الأكاديمية والبحثية لهم. يعني هذه مبادرة أكثر من رائعة لطبعاً الجامعة، جامعة الملك فيصل. لكن خليني أقول بشكل عام، يعني كيف بنشوف قاعدين من أيام الدراسة، من أيام المتوسط والثانوية، كيف بيبدأوا يستقطبوا كثير من المواهب، الكثير من القدرات وتوظيفها وتأهيلها. يمكن في برنامج سيدتي تحديداً ندى بنشوف دائماً بنسلط الضوء على جميع المسابقات العالمية في العلوم المختلفة، سواء كانت هذه في الأمن السيبراني أو التكنولوجيا أو التقنية أو في العلوم في الرياضيات بمختلف التخصصات. بنشوف كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله بناتنا بيطلعوا وبيشاركوا ودائما بيرجعوا لنا رافعين روسنا، بيحصلوا على كثير من الجوائز، سواء كانت هذه الجوائز والميداليات هي ذهبية أو فضية وغيرها. فبالتالي بمجرد ما أصلا يعني أنت تشوفي الجيل القادم عندنا في السعودية كيف بيكون مؤهل أكاديميا من أيام الدراسة، وفوق كذا تيجي الجامعات وتبدأ تعطيهم هذا النوع من الفرص والمبادرات بحيث أنها تستثمر أكثر في طبعا الطلبة والطالبات. أكيد، وأيضا هذا المعرض يعني ما شاء الله كانوا مشاركين فيه 600 طالب وطالبة، وكانت الجوائز لطلاب المملكة تقريبا سبع جوائز في مجالات عديدة، في الهندسة، في الطب، في الكيمياء. يعني جدا شيء مشرف أن احنا نشوف هذا الشيء اليوم. والمعرض أيضا يقام سنويا في برعاية وزارة التعليم في تايوان، فأكيد مثل ما قلتي رؤى، يعني هذا الشيء جدا شرف لنا وكبير أن احنا نشوف زي كذا مبادرات لطلابنا وطالباتنا مرحلة الثانوية ومرحلة متوسطة طبعا. صحيح، وكمان من الجنسين تيجي تتكلمي انه تقولي دائما انه كيف حتى البنات والشباب بياخذوا نفس الفرص بنفس التساوي. حقيقي يعني كثير فخورين بالاسماء اللي طبعا بيطلعوا وبيشاركوا، وايضا حتى دور الاهل في دعم طبعا الطلبه والطالبات. نتكلم هنا كيف يكون في تعاون ما بين الاسره، وكمان يكون في تعاون مع المدارس استقطاب المواهب وحتى استثمارها وتوظيفها بشكل ايجابي. فبالتالي انه نشوفهم لا قوه الا بالله بيطلعوا وبيشاركوا، وكمان بيرجعوا رافعين روسنا احنا كسعوديين وكسعوديات، واكيد المملكه متشرفه كثير بهذه الاسماء اللي ترجع وهي حاصله على الكثير من الجوائز. ودائما يعني طلابنا خصوصا الجيل الجديد يحبون يسوون مشاريع كثيره. صحيح. مبادرات كثيره، فاحنا فخورين جدا فيهم اكيد. خلونا نشوف ايضا مقتطفات من هذا الخبر. تستضيف الكويت يوم أمس واليوم النسخة الأولى من بطولة الفورميلا 4 السعودية، وستشمل البطولة 16 متسابق محلي وإقليمي وعالمي يتنافسون للتتويج في 8 سباقات على مدى جولتين. وتشهد البطولة مشاركة للموهبة المحلية الصاعدة المتسابق صقر المعشورجي لأول مرة على حلبة الكويت العالمية.
يعني الفورمولا من المسابقات الجميلة ونفس الوقت المخيفة، لأني أنا خاف من سرعة السيارات بشكل كبير، بس أكيد لها يعني ناسها ومحبينها والناس اللي يتابعونها أكيد. وحلو اليوم نحن نشوف الدول العربية والخليجية مسابقة في حدث، متسابقة في حدث عالمي مثل كده. أكيد يعني حتى لو نطالع في حلبة السباق كيف هي مجهزة ومؤهلة طبعا لاستضافة هذا الحدث فورمولا 4 السعودية، أكيد كلنا متحمسين لهذا النوع من السباقات، وأكيد ننتظر كمان النتائج. كل التوفيق للجميع أكيد. مشاهدينا خلونا أخذكم على الخبر الآخر والمقطع الأكثر تداول لفيديو شخص يضع شرائح من النودلز تحت عدسة المجهر ليظهر فيها عوالق من الحشرات الصغيرة. علقت هيئة الغذاء والدواء عليه وأكدت أنها تقوم على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخلياً للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي. أنا ما أدري هذا الشخص ليه غاوشك، يعني ليه قاعد تبحث في التفاصيل التفاصيل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم. شوفي يعني أول حاجة أنا عندي ثقة عمياء بأمانة، وأعرف أن دائما تصير دورات تفتيشية عشوائية، بيأخذوا كثير من العينات وبيتم فحصها ومعاينتها وبيشوفوا يعني كل التفاصيل. فأنا أقول الحمد لله بصراحة أنه أنت في الآخر، لما أنا بتكلم عن نفسي مثلا أنه أنا سعودية وعايشة في السعودية، أعرف إيش الدورات التفتيشية، إيش الاشتراطات، إيش المعايير، فأقول يا ربي لك الحمد. ولكن يعني لو نبحث، لو خدنا قطنة معقم وحطيناها تحت المجهر حنشوف فيه كائنات غريبة. أنا أتوقع كذا يعني في كائنات حية دقيقة ممكن تعيش بس ما تكون مؤذية للبشر، فليش ممكن أخاف منها أو أستنكر وجودها؟ صحيح، بس ما أكلها يعني يا رؤى. أكيد أخاف. مو بتغليها في مويه حارة، المويه الحارة يعني ممكن تقتل أي حاجة. صح، يعني في دول سبحان الله متعودين على هذه الأشياء وعندهم هذا الشيء طبيعي، بس إحنا لا، وأكيد معدتنا راح تتأثر لو إحنا أكلناها بشكل أو بآخر. بس أنا بالنسبة لي أنا مطمنة جدا بمملكتنا وجهود هيئة الدواء والغذاء، يعني كفاية إنه عندهم التطبيق اللي تحطين أي منتج وتعرفين إيش مواصفاته وإذا كان مناسب لك أو لا وأشياء كثيرة. لكن إذا سافرتوا انتبهوا من الأشياء، في أشياء ما تناسبكم نهائيا. يعني أنا ياما سافرت وأكلت شيء يكون غريب علي فأتعب نفسياً وأدخل المستشفى وتروح إجازتي كلها في المستشفى. أفهمك. صحيح صحيح. هو شوفي سبحان الله، أصلاً تغيير المنطقة، تغيير حتى طبيعة الأكل وغيرها، إلا ما جهازنا الهضمي ممكن يتأثر سبحان الله. لكن على هذا الموضوع إذا كنا بنتكلم على مستوى السعودية، يعني أي أحد لو بياخذ مثلاً شريحة تفاح أو شريحة أي شيء كان، إلا ما تكون فيها بعض الكائنات الدقيقة الصغيرة. لكن يعني إحنا كمان بطبيعة الحال إذا جهازنا المناعي قوي، فبالتالي أصلاً العصارة المعدة اللي في المعدة الهضمية أصلاً يعني بتقوم بالواجب، فبتكتب كل حاجة ممكن تكون مؤذية. طبعاً في بعض الأشياء اللي تكون خطيرة، نتكلم على مستوى البكتيريا والفطريات وغيرها، صحيح ممكن أن الواحد يخاف منها ولازم دائماً يكون متأكد من نظافة الأشياء اللي هو يأكلها. لكن في الآخر يعني زي ما كنت بقول في بداية تعليقي على هذا الموضوع، أنه دائماً في دورات تفتيشية عشوائية وبيرجعوا بيطابقوا، ومع مرور الوقت إذا مثلاً هذا المنتج لقوا أنه مثلاً في أي خلل سواء في التصنيع في التخزين في غيره، بيتم سحب المنتج ما بيكون أكيد موجود. يعني صحيح أن هيئة الدواء والغذاء لها جهودها، لكن أنت كمستهلك برضو أنت حافظ على نفسك. وشوف خليني رؤى ننتقل إلى خبرنا الآخر. نشر مركز تعزيز الصحة النفسية تحذيرات للأشخاص الذين يقومون بإضافة مؤثرات أو فلاتر وتعديلات على صورهم، وأيضا الأشخاص اللي يكتبون منشورات لا تعبر عن محتواهم أو آرائهم الحقيقية، وأكد أن هذه التصرفات تعتبر من أعراض الإدمان الرقمي وتؤدي إلى الشعور بعدم الرضا والبعد الكلي عن الواقع. تعرفي من يومين قرأت خبر مشابه برضو كذا لدراسة تقول إنه الناس اللي بيلتقطوا لنفسهم صور بالفلتر قاعدين يضموا نفسهم على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، لأنه أنت قاعد تاخذ صورة ما تشبهك وصور معدلة بشكل كبير، فمع مرور الوقت لما ترجع لهذه الصور ما راح تحس إنه هي هذا انت وانت تغيرت بالشكل الطبيعي. صح. هذا لا، يعني اوريدي صوره هي معدله، فبالتالي هي شخصيه غير شخصيتك. موضوع اني انا مثلا اكتب ستاتس ولا اكتب اي جمله ما تعبر عن مشاعري او تعبر عن مشاعري، هذه انا اواجه معها مشكله ندى، لانه احيانا اشعر اني
أقول شيء الناس تعتقد أنه هو يخصني وهو ما يخصني. على سبيل المثال أنا أحب الحب كحالة حب كذا لحال، فمجرد ما تكتب مثلا حاجة فيها حزن أو زعل مين تقصد؟ مين تقصد؟ مين جرحها؟ هو ما في أحد ترى، هي مجرد يعني كلمة عجبتني أو مشاعر عشتها مع قصة مع مسلسل مع أي شيء وحبيتها. فبالتالي مجرد ما الواحد يشعر أنه عنده زخم من الكلمات ومن المشاعر ويحب أنه هو يطلعها، صح، مو شرط أنه يقصد بنفسه أو حالة شخصية. يعني رؤى، أنا لما قرأت الخبر قلت أنا أكبر مريضة نفسية لأني أنا أستخدم الفلاتر بشكل مريب ومخيف. أنا يمكن من طلع على سناب شات وأنا دائما فلاتر، خلاص ما عاد تعودت على شكلي الطبيعي، مع اني انا ما استخدم الفلتر اللي يغير مره، يعني تقريبا بس يصفي البشره شيء كذا بسيط، لكن تعودنا عليه. بس انا يعني اعتب عليهم بشيء انه كل شيء يربطوه بانه نفسيا، انت خلاص مريض نفسي، استخدمت كذا انت مريض نفسي، ما قلت رايك انت مريض نفسي، لا مو بالضروره. يعني انا ممكن ما اقول رايي لاني انا اخاف مثلا من المجتمع، فانا افضل اني اخبي نظرتي عشان ما حد مثلا يتقيد فيني او يعتبرني قدوه له، فانا اقوم اخرب افكاره مثلا بمبادئي مثلا. انا اقول مثال يعني، فانا ضد ان الواحد يقول افكاره كلها، يعني ممكن تكون افكارك هذه غلط، فانت تخلي مثلا احنا كاعلاميين عندنا ناس يتابعونا ويتاثرون فينا، فانا ما احب الناس تتاثر فيني بطريقه مثلا خاطئه، فخلي ارائي هذه لنفسي، الاراء صح او مثلا المجتمع كلها يقولها انا اقولها وعادي مثلا انزلها عندي. فهذه بس بالنسبه للاراء، وبالنسبه للفلتر اللي يبغى يستخدم يستخدم كيفه، هو حر والله. بتوسع لنفسه يا جماعه. شوف انا اتفق معك في شغله معينه، وكنت دائما انا وبنتي نتناقش هذا الموضوع على موضوع استخدام الفلاتر. كنت أصور نفسي بالكاميرا العادية الأمامية، شكلي مخيف والله، شكلي مخيف، كنت أقول لبنتي أنا هذا شكلي عشان أبغى أعرف، تقول لي ماما أكيد لا. يعني الملامح تكون مختلفة، كلها تيجي كده بيضاوية ما أعرف، هو يوسع أصلا بالضبط، وأصلا تبين أشياء مو موجودة في الوجه أو هي موجودة بس ما أعرف، بس أنا ما أشعر لأنه الكاميرا الأمامية دائما تظلم بأمانة، الكاميرا الخلفية ها يعني يمشي حالها. ففي كل الأحوال بمجرد ما يعني نزلت موضوع الفلاتر وصارت هي متاحة، فأنا أشوف بالعكس يعني ليش اللي ما استعملها، لكن زي ما قلتي استعمل نوع فلتر ما يغير ملامحي، ما يمنع انه هو يعني يصف البشره يعني ما يضر. موضوع الاراء وتاثيرها على الناس، الناس الببليك فيجر، الشخصيات العامه، لازم تكون، هذه نصيحه مني، لازم تكون حريصه جدا في كل حرف ينكتب، لانه كل كلمه تكتبيها تتحمل معنيين، إذا ما كانت كده دايركت يعني واضحة تتحمل تفسير ثاني. فبالتالي أنا رؤى مثلا أشعر أنه أنا في غنى أني أعرض نفسي مثلا لأي نوع من الإحراج أو المساءلة أو من سوء الظن من سوء الفهم أو أي شيء ثاني، فبالتالي ليش ما أحتاج أني خصوصا الآراء اللي هي تكون مؤثرة على الناس على العامة. فأنا دائما أحاول أتجنب لأنه رأيي لا حيقدم ولا حيأخر، إنما ممكن أنه يكون ضدي ما يكون في صالحي، فأكون حريصة بأمانة في التعبير عن آرائي. وزي ما بتقولي طالما أنه في حق مطلق للبشر إنهم هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي فأسويها، ليش محتاجة أني أطلعها للعامة؟ ليش محتاجة أني أنا أتكلم عنها ولا أصور سنابات كثيرة عنها ولا أكتب تغريدات متسلسلة عنها؟ أحس أنه ما أحتاج بصراحة، يكفي أنه برنامجنا مؤثر أكيد بطريقة إيجابية. عموماً مشاهدينا خلينا نروح لخبر آخر، ونروح إلى الفن والترفيه بالتحديد إلى بوليفارد رياض سيتي، واللي عاش أمس ليلة مميزة أحياها كل من الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي اللي أشعلوا الأجواء بكل تأكيد. خلونا نتابع مع زميلنا محمد الحسيني اللي نقل لنا أجواء هذه الليلة. مثل العادة كانت حفلة رائعة، حلوة كتير، الجمهور رائع، المحبة كبيرة متبادلة، وإن شاء الله على طول بيكونوا كل الحفلات وكل الليالي هيك والعانة مثل هالليلة. عم بتنقل بمناطق السعودية الحلوة، عم بكتشف وعم بكتشف كل جمهور احلى من الثاني وكل منطقه احلى من الثاني. هلا ما كثير عم لحق على السياحه، بس بدي اقعد حالي انه
انه في ايام لازم اجي سياحه هيك لحتى ابرم اكثر بالمناطق الحلوه. عام جديد الأصداء كانت رائعة، كانت حلوة كتير، وبعدها بعدني لهلأ عم بتلقى كتير كومنتس حلوين كتير على السوشيال ميديا. إن شاء الله هيك على طول يعني أقدر أقدم أغاني على طول بحبوها الناس وتكون جديدة ومتنوعة دايما. حاجيكم ما أسمح لي بحاجيكم. ان شاء الله موسم رياض هذه اول حفله لنا يعني من عقب فتره، لان احنا شاركنا اول موسم رياض صار احنا كنا مشاركين فيه، وهذه ثاني مره، وان شاء الله الحفله تعجب الناس ان شاء الله. وايد فرق بين موسم رياض اول واحد وهذا، يعني احنا شاركنا المسرح هذا ما شاء الله ما كان كذي، كان مفتوح، فاشياء وايد تغيرت تبارك الرحمن طبعا للاحسن. عسى الله يهنيكم ان شاء الله. أكيد نشكر زميلنا محمد الحسيني على هذا التقرير. كنت أقول لندى تحت الهواء عاد أنا من عشاق طبعا نانسي عجرم، لكن فرقة ميامي لي معاها ذكريات ذكريات الشيطنة والمراهقة والطفولة كل ذكريات، يعني تذكرت أيام مصر، ويعني بصراحة من أحلى الفرق اللي أحب أسمع لها، ودائما كانوا مميزين بأغانيهم بصراحة. يعني حلو اليوم نشوف تواجدهم مرة ثانية، ما شاء الله شاروا الحفل هم وناسي عجرم. أكيد أكيد أكيد. عموما طبعا إحنا مكملين مع مشاهدينا باقي الأخبار، وهذا الخبر يعني يهم الكثير من الناس. بنعرف إنه الملايين حول العالم يكونوا حريصين إنهم يستخدموا غسول الفم، لكن أظهرت بعض الدراسات إنه غسول الفم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض، وذلك بسبب خصائصه القاتلة للبكتيريا. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر وعن آثار الجانبية والمعروفة أو نعرف إيش هي البدائل الأفضل لغسول الفم، نرحب معنا بضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي العسيري استشاري طب وجراحة الأسنان. أهلا وسهلا بك دكتور علي، نورتنا. خلينا في البداية نعرف حقيقة الآثار الجانبية من غسول الفم من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور، وأود أن أشكر قناة روتانا على استضافتهم لنا في هذه الساعة، وسعيد جدا بنشر التوعية الصحية فيما يتعلق بأمراض الفم والأسنان والمساهمة في الرسالة المجتمعية عبر هذه القناة العزيزة علينا. غسول الفم هو أحد المنتجات التي تستخدم لتقليل نمو البكتيريا الضارة داخل الفم، ويجد انتشارا واسعا، حيث أنه من الوصفات التي ممكن للإنسان شراءها من الصيدلية في بعض الأحيان بدون وصفة طبية، فيكون هناك لغط شديد في استخدامها من قبل بعض المرضى أو الاستخدام الزائد لها، مما يؤدي إلى بعض الآثار السلبية. لكن في المجمل يعتبر غسول الفم أحد الأشياء المهمة لتقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم، وأيضا تحسين رائحة الفم وتقليل نمو البكتيريا وأمراض الفم، وهو مطهر جيد في بعض الأحيان قبل العمليات الجراحية للفم والأسنان أو بعدها، أو يعتبر واقي من بعض أنواع الأمراض أو تقليل الإصابة بها. طيب دكتور علي، وش علاقة أنه يكون في ارتفاع ضغط الدم لما نستخدم غسول الفم؟ الدراسات العلمية كثيرة جدا التي تجرى على أنواع الأدوية، سواء الأدوية التي تتعلق بغسول الفم أو غيرها من الأدوية. هناك عدة دراسات، أشهرها دراسة أجريت على مجموعة من المرضى واستقيمهم خلال فترة استخدام الكلوروكسيدين
وهي أحد المركبات المكونة لمادة غسول الفم. وقاموا بمتابعة المرضى على فترات ممن استخدموها لمدة فترتين يوميا، وقياس ضغط الدم ومتابعة نمو البكتيريا النافعة أو الضارة في الفم. يوجد عندنا في فم الإنسان نوعين من البكتيريا، بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة. الاستخدام المفرط لغسول الفم يؤدي إلى قتل أيضا البكتيريا النافعة، مما يؤدي إلى خلل في تكوينة الفم، وبما يؤدي إلى خلل أيضا في تركيبة الجهاز الهضمي، فمما يساعد في زيادة بعض المركبات التي كلها علاقة بالتوازن الانقباضي والانبساطي في ضغط الدم. لكن هذا الشيء عبارة عن دراسات لم تثبت علميا، مؤكدة بدراسات أقوى أو بعينة أو بشريحة مرضى كثير. يوجد علاقة حسب الدراسة المذكورة وغيرها من الدراسات، يعني لم يكن فيها عدد مرضى. هذه الدراسة عدد المرضى المشاركين فيها حدود 26 مريض تمت متابعتهم، لكن دراسات كثيرة ينبغي أن يكون المريض ثابت في العوامل الأخرى، ليس لديه ضغط ولا سكري ولا أي من الأمراض الأخرى، حتى نخرج بتوصيات جيدة. الرسالة التي أود وصلها من خلال هذه المقولة، هل هناك علاقة بين غسول الفم وارتفاع ضغط الدم؟ أن يجب على المريض أخذ مادة غسول الفم المناسبة له والمناسبة لحالته الصحية والمناسبة لأمراض الفم والأسنان الموجودة عنده من خلال الطبيب المختص في ذلك، وبالفترة الزمنية المناسبة لذلك، حيث أن الاستخدام المفرط لها يؤدي إلى آثار جانبية كما ذكرنا سلفا، من ناحية تقليل نمو البكتيريا النافعة في الفم، مما يؤدي إلى فرصة زيادة نمو بعض الفطريات، لأنه يصير خلل في تركيبة التجويف الفموي، أيضا مما يؤدي إلى صدور بعض الروائح داخل الفم، لا سيما إن بعض مركبات غسول الفم تحتوي على بعض الكحولات التي تساعد على تجويف الفم. نعم، معنى كلامك دكتور علي إنه لا يفضل أو مش مسموح إنه يتم استعمال غسول الفم بشكل روتيني ويومي، إنما استعمالها يكون حسب حالة المريض أو الشخص المصاب ببعض مثلا الالتهابات أو المشاكل الصحية في الفم والأسنان. استخدامها بشكل يومي بشكل مفرط، يعني يوم مرتين في اليوم، وبعضهم يستخدم التركيز المركز. صحيح. وبعضهم يعني الطبيب ينصحه بعمل تخفيف لهذا التركيز. وفي أنواع أخرى من على حسب حالة المريض، في غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد ومنه تركيبتين، تركيبة أسبوعية وتركيبة يومية، أيضا الكلوروهكسيدين في مع الكحولات وبدون الكحولات. فيفضل زيارة الطبيب لأخذ هذا المركب تحت إشراف طبي حتى يعرف مدى فائدة المريض منه، لأن في بعض المرضى ما ننصح بذلك، مثلا الأطفال دون عمر 6 سنوات لا ننصح لهم باستخدام غسول الفم، لأن تركيبة الفم والعضلات الطفل لا يستطيع المضمضة بشكل جيد، ويستطيع بالبصق ببقايا الغسول مما يؤدي إلى ابتلاعها، مما قد يسبب له بعض الاضطرابات المعوية أو الغثيان. لذلك الإشراف الطبي أو على الحالة يكون جيد، كل طبيب كل مريض له طبيب الذي يرى أن حالته الصحية تستدعي ذلك مما يقوم بوصفه. لأن غسول الفم والزيارات الدورية لطبيب الأسنان وتنظيف الفم والأسنان وأيضا الحشوات الوقائية والفلورايد وتحليل النمط الغذائي للمريض، هذه تسمى عوامل مساعدة للوقاية من أمراض الفم والأسنان، يجب أن تعمل مع بعض حتى لا يطغى بعضها على بعض فتبدأ بتشكيل أو بتسبب بعض المضاعفات لبعض المرضى. واضح. أكيد نشكر وقتك ومداخلتك معنا اليوم الدكتور علي العسيري، استشاري طب وجراحة أسنان. شكرا جزيلا لك. أخذك على دراسة، إيش رأيك؟ لما أخذتني على دراسة خليني أخذك على دراسة أنا كمان. مشاهدينا، خلينا أخذكم لدراسة سويدية تؤكد إنه الأشخاص اللي يعانوا من القلق المفرط بشأن صحتهم يبحثون بشكل متكرر عن تشخيص حالاتهم على الإنترنت، يعيشوا أوهام المرض
يموتوا مبكرا مقارنة بغيره من الأشخاص. طبعا بحسب هذه الدراسة إنه الشخص المصاب بهذه الحالة ممكن يضيع وقته وصحته في القلق، مما يجعله رهينة أمراض غير موجودة بالأساس. ونصيحة الدراسة إنه هذه الفئة نصحتهم طبعا إنهم لازم يزوروا الطبيب النفسي حتى يتلقوا العلاج المناسب. إيش رأيك؟ يعني جميل الواحد اليوم يتوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حلو. فأنت تكون مؤمن بقضاء الله وقدره مهما كان، لكن تهتم بصحتك النفسية، صحتك الجسدية، ولا تعتمد أبدا على جوجل. لما تمرض وتروح جوجل وتشوف أنا فيني مرض فلان، بيقولك بتموت بكرة على طول. أي دكتور جوجل هو اللي عنده الإجابات دائما. أي ناس كثير يعتمدون عليه للأسف، وهو لا يعتمد عليه. روح لدكتورك على طول إذا حسيت بأي أعراض. فهذه يعني أنا ما أشوف إنه مفروض إنك تقلق إذا أنت واثق من ربي ومتوكل عليه. للأسف إنه طالما إنه المعلومات سايرة متاحة موجودة على الإنترنت، بمجرد ما أشعر بأي عرض ممكن أدخل مثلا أقول النزيف الجهاز الهضمي، وتعالي أقرأ أعراض المدري إيش مدري إيش، مثلا شيء بعيد الشر عن السامعين، مدري إيش مثلا كانسر، تعالي تفرجي، وعلى طول أبدأ أقارن. طب أنا في أي ستيج؟ طب فعلا الواحد قاعد يمرض نفسه بهذه الطريقه. لكن انا يعني ما زكي نفسي، انا من هذول الناس بامانه. يعني مثلا احيانا من تجيني نوبه الصداع، اقعد اقارن هو صداع، هو نظر، هي جيوب انفيه، هي عارفه. طب ما انا اختصر الوقت واروح للدكتور بيكون اسهل. لكن للاسف لانه طالما المعلومات سايره هذه متاحه، فالواحد صار يبحث ويقول لك انا خليني اشخص نفسي، وقد ممكن توصل لمرحله انه يوصف لنفسه علاج في بعض الحالات عشان انه ما يروح للدكتور. والاسلم انك تروح للدكتور، والدكتور هو اللي يطلب التحاليل المطلوبه ويعطيك العلاج المناسب، فبالتالي تختصر على نفسك الكثير من الهم والقلق. عموما مشاهدينا، في ختام جولتنا الاخباريه خليني اخذكم لمقطع متداول للاجواء الشتويه الرائعه والثلوج في شمال المملكه. أجواء أكثر من رائعة حقيقة، يعني قاعدين نتفرج ونقول يعني ترى حتى إحنا عندنا ثلج. نطلع هذه إنه في السنوات اللي فاتت يعني كثير بنشوف، خصوصا في شمال المملكة، دائما لما تكون درجات البرودة يعني متدنية بنشوف هذه الأجواء الجميلة. ولاحظنا سبحان الله هذه السنة الأجواء كانت جدا مختلفة. الشتاء غير والصيف غير والأمطار غير والأجواء كيف. تتذكر لما تكلم مثلا عن أمطار في مكة في المدينة وغيرها، كيف إنه مثلا صرنا بنشوف إنه في مسطحات خضراء طبيعية طالعة كذا من ربي، والحين كمان بنشوف كيف الناس مستمتعين بأجواء الشتاء وبالثلوج اللي بتنزل في شمال المملكة. صح. يعني أنا أمس بالرياض اكتشفت إن البرد فجأة جاء. يعني كنا جو عادي، بعدين أمس برودة غير طبيعية. وغير كذا يعني حتى في رمضان أتوقع إنه هالسنة بيكون شتاء على غير السنوات السابقة في اعتقادي. تعرف اليوم كم كان درجة الحرارة في الصباح؟ كم؟ 6. لك أن تتخيلي اليوم صار شتاء. أيوه صار شتاء رسمي. فأكيد إن شاء الله رمضان يكون كمان الجو فيها حلو. يعني رمضان يكون الجو كمان لطيف وبارد، الواحد يسهل عليه سبحان الله الصيام. أكيد رؤى. كذا وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية مشاهدينا. بعد الفاصل الشخصية المهنية، وهل تؤهل أصحابها للنجاح الوظيفي؟ كل شخص فينا يسعى لتحقيق النجاح الوظيفي بجميع أشكاله، وذلك من خلال المؤهلات، الخبرات اللي اكتسبها خلال فترة عمله. لكن في جانب مهم جدا يغفل عنه الكثير من الأشخاص، وهو الشخصية القوية والعلاقات وأهميتها في النجاح الوظيفي. راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أشرف آل عيد، مستشار موارد بشرية. حياك الله أستاذ أشرف. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على الاستضافة.
استاذ اشرف، اول شيء نبي نوضح اكثر ايش علاقه انه الانسان يكون ذو شخصيه قويه وانه يكون مثلا عنده كاريزما وحضور قوي في نجاحه الوظيفي. شخصيه الموظف عامل مهم في نجاحه او في فشله. اذا كان ايجابي، اذا كان يقبل التغيير، اذا كان عنده استعداد للعمل الجماعي وشخصيته بتساهم في هذا الموضوع، اكيد انه حينجح. لكن اذا كان هو ما يقبل التغيير ودائما يتسم بالعناد وما يتفق مع الفريق، ما يقدر يتطور، لانه الفريق حيتطور وهو حيبقى مكانه. فهي تعتمد على الثقه في النفس رقم واحد، وتعتمد على القناعه بالمكان اللي يشتغل فيه، وتعتمد على الراحه. اذا كان المكان كله الكلتشر يعني جميل ويساعد على التطور. اذا خلينا نتكلم هنا عن شخصيه الموظف، قديش لازم يستوعب طريقة المكان أو بيئة العمل اللي هو فيها. على سبيل المثال يعني أنت ذكرت قبل شوي أستاذ أشرف أن الشخص بطبيعة الحال لازم يكون قابل للتغيير، يكون مرن، يكون عنده ذكاء في التعامل مع بيئة العمل. ولكن قد إيش مهم أيضا أنه يستوعب بيئة العمل وطريقتها، ربما بيئة العمل هي نفسها ما تبغى تتطور. صح، من الضروري جدا أن إلى أي شخص أو إلى أي باحث عن عمل قبل ما يلتحق بأي منظمة أو مؤسسة أو شركة أنه يعرف كيف صاير تاريخها، مين اللي شغالين فيها، كيف تعاملهم، هل مؤمنين بالتطوير، هل هو أساساً كشخصيته تسمح بالاندماج في المكان هذا. قلة من يبحثون، فلذلك نلاقي حالات فشل كثيرة لأنه ما في انتماء. صحيح. طيب أستاذ أشرف، يعني في كثير موظفين يكون عندهم عادات سيئة، ممكن يكون بجهل منهم أو بدراية منهم، كيف ممكن يتخلصون من هذه العادات السيئة في العمل؟ طبعاً كلنا عندنا عادات سيئة، ما في أحد كامل، لكن أهم شرط في أني أنا أتغير أني أقبل أني أنا عندي عادات سيئة لازم تتغير، ثم نضع لها خطة أنا عشان أغيرها. إذا كانت عادة أو عادتين أو ثلاث أمرها ممكن أبسط، بس إذا كانوا عادات كثيرة لازم الواحد يحط له هدف وأهداف وتطوير وتدريب، ويسأل الناس ويحاول يأخذ فيدباك من الآخرين عشان يتطور. فهي أنا أول لازم أعترف عشان أبدأ الرحلة في التغيير. خلينا نتكلم عن أبرز الصفات والسمات عند الموظف. يعني على سبيل المثال لما نبغى نقول واحدة من هذه السمات اللي هو أنه هذا الموظف يتمتع بذكاء اجتماعي أو بثقة عالية في النفس، إيش هي أبرز الصفات اللي مفروض أنها تكون موجودة، غير طبعا حبه للتطوير وفهمه للمكان وهذه الأشياء، وإيش المواصفات اللي تكون موجودة فيه فبالتالي تعيق من تطوره وحتى اندماجه وانخراطه في هذه البيئة؟ أوكي. أول شيء، هل لنفترض أنا بضع نفسي كمثال، هل أنا عندي استعداد للعمل الجماعي مع الفريق؟ هل أنا فعلا مؤمن بالوظيفة اللي قاعد أعملها؟ هل أنا قابل للمؤسسة اللي جاي أشتغل فيها؟ هل هي فعلا المكان اللي أنا أبغى أروحه؟ وهل هي تساعدني في تحقيق هدفي؟ إذا كانت هذه توفرت الشروط فحتكون، وطبعا بالإضافة للشخصية الفرد، حتكون عامل مساعد للنجاح. لكن إذا كنت أنا أرفض كل الأشياء اللي ذكرناها، وأرفض التغيير، وأرفض الاندماج، وأرفض روح العمل، وأرفض روح الفريق، وأرفض روح المكان، ما حقدر أتحرك من مكاني، حيتحركوا الآخرين وأنا جالس مكاني. كثير ناس تعتقد أن علاقتها بمديرها المباشر، مثلا لو أنا طبطبت على مدير مباشر، خلصت لأشغاله، يعني تقربت منه كثير، أنا هنا راح أنجح في عملي. على عكس ذلك، لما أنا تكون علاقتي مع علاقة مدير وموظف فقط، أنا ما راح أنجح. هل الشيء هذا صحيح؟ أعطيك مثالين. طالما أن العلاقة في إطار المهنية ما تعدت إلى الحياة الشخصية أو إلى الأشياء الخاصة، أكيد أنها حتنجح، لأن في حدود الاحترام. لكن إذا تجاوزت، مثل حالات أنه المدير يطلب من الموظف أنه يقضي له بعض الحاجات أو يخلص أشغاله الخاصة، فبدأت الأمور تتجه إلى الحياة الشخصية أو إلى الأشياء الخاصة، هنا مستوى الاحترام يقل، لا إرادياً مستوى الاحترام يقل. فإذا قل الاحترام صارت العلاقة ما هي مهنية، بالتالي لو تطور أو لو نجح أو لو ترقى حيفشل بعدين، لأن يمكن ما عنده سمات، ما يعني ما تعمل له تحليل، ما تعمل له دراسة، ما تعمل له كذا. فأي شيء ببني على خطأ فهو خطأ. طيب خلينا نتكلم هنا عن مين اللي ساعد الموظف في اكتشاف مثلا كثير من السمات اللي تكون جيدة عند هذا الموظف ويتم تطويرها؟ طبعا المدير عامل مهم، المدير المباشر والزملاء في العمل. نظام التقييم سابقا كان المدير يقيم الموظف، فالموظف لو كان مجتهد، لو كان جيد، لو كان رائع، والمدير ما هو عاجبه، فالتقييم حيكون سيء. ثم تطور الموضوع، صار التقييم أن الموظف يقيم المدير والمدير يقيم الموظف، صارت أخف الموضوع، لأنه صار فيها حقيقة، صار فيها مواجهة.
بعدين صار التقييم في حاليا انه من الموظف الى المدير ومن المدير الى الموظف، والزملاء تقييم يقيموا المدير والرئيس يقيم، فما في مجال، فصار الموضوع مفضوح. فالموضوع مفضوح او مكشوف، لازم انه يتعامل بشفافيه مع الموظف ويسعى لتطويره عشان هو يتطور، لو انا لو ما طورت اللي تحتي ما حتطور. اكيد في حالات الموظفين كثير، يعني مثلا يكون ناجح مهنيا، عنده مهارات، عنده مثلا دورات وشهادة جامعية قوية، لكن ما عنده لا ذكاء اجتماعي ولا حتى يعني شخصية قوية، هل هذا ممكن ينجح أو لا؟ في اختبارات كثيرة لتحديد الشخصية، مثلا في مدراء في إدارات معينة يرى أنه هو المدير المناسب وأنه عمله ممتاز وأنه قاعد يطور في المكان، بينما هو فعليا قاعد يدمر المكان لأنه هو ما هو مناسب. يعني القناعة بالاختبارات هذه بدأت تكبر الآن، فصار الناس يعمل الاختبار، الطالب يعمل الاختبار عشان يعرف وين تخصص حيروح ويمشي في الطريق الصحيح، الموظف برضو يعرف أي مجال، المدير يعرف هل هو في المكان المناسب ولا لا. لكن لو ظلينا ما نعرف حقيقتنا فعلا ما حنقدر نتطور، بالعكس حنسعى لفشل المكان. في بعض المصطلحات أو بعض الجمل أو بعض الكلمات دائما يقولها الموظف لسبب من أو لآخر، سواء كان يبغى يبرر خطأ هو قاعد يمارسه أو هو يعتقد أو هو شايفها بهذه الطريقة، إيش هي أبرز الجمل اللي دائما يكرروها هذه الموظفين بالتالي ممكن أنها تضعف أكثر من مهنيته أو حتى من قبول أي فكرة هو يقولها؟ أوكي. مثلا تقبل الخطأ. لما يكون في إدارة ما حصل فيها خطأ وجاء أحد المسؤولين أو أحد الزملاء وسأل، ما أقول ما هو خطأي وما هو شغلي، الكلمة الدارجة هذه مع الأسف، ولا أعرف ولا هو شغلي ولا تحاسبني، لا أتقبل أنه إدارتي وأحاول أسعى أني أطلع الشخص يمشي وهو مرتاح، أنه في أحد سمعه، في أحد سمع الشكوى تبعته، وفي أحد أعطى اقتراحات، ما أرفض. هذا حاجة. الاثنين أنه الأنا هذه نتخلص منها لأن هي ما تساعد في بناء الشخص أبدا بل تهدم. ثلاثة، أقبل من أي شخص أنه يجي يقول أي انتقاد بناء، أقبل من أي شخص أقل مني أعلى مني في مستواي، القبول مهم، أول خطوة للنجاح هي قبول الخطأ. طيب كيف أنا ممكن أحط مثلا طريقة أو هدف واضح أوصف فيه مثلا خطة التطوير المهني وأبعد فيها عن منطقة الراحة؟ الكومفورت زون أو منطقة الراحة كثير مننا جالسين فيها. صح. وكثير يصلوا إلى نقطة فيها طريقين، يا إني أطلع من الكومفورت زون أو منطقة الراحة وأبدأ أشق طريق مختلف وأتطور فيه، أو أن أبقى مكاني وما أخذ أو أخذ الطريق السهل. إذا كنا إحنا نبغى نتطور واعترفنا بالخطأ اللي أو المشكلة اللي عندنا وضعنا هدف لتطويرها، لازم نسعى نبدأ. ممكن كثير من الناس يضع أهداف ويضع خطط بس ما يتحرك. صح. لأنه يخاف من المواجهة، يخاف من المجهول. وكلنا يخاف من المجهول، لكن خلني أقع مرة وقع مرتين بس في الثالثة. الخروج من منطقة الراحة يكون بشكل مفاجئ ولا بشكل تدريجي أفضل؟ لا طبعاً تدريجي، ما هو بشكل مفاجئ، أكيد إنه بتدريجي، تعود مع الوقت، تعود على الكسل، تعود على عدم الإنجاز، تعود على النوم، تعود على التأخير، ومرتاح ما في محاسبة. مرتاح ما في محاسبة، هذه أهم نقطة كمان. طيب خلينا نتكلم على بعض أنماط الشخصيات في الوظيفة أو الموظفين. الشخصية اللي دائما مبادرة، دائما مثلا تاخذ مهام فوق مهامها أو تقوم بأشغال غير أشغالها وغيرها، رغم أنه البعض يقول لك أنه على اللونج تيرم حتى دي الشخصية ما راح تكون ناجحة مهنيا، ما راح توصل لمبتغاها لو كانت متعاونة لدرجة أنها تتنازل عن حقها ولا عن وقتها أو تشتغل شغل فوق طاقتها. صحيح؟ إلى حد ما. أي. إلى حد ما صحيح. الشخص المبادر والشخص اللي يسعى للنجاح والشخص الواحد شخص إذا ما كانت فريق ما نقدر نتحرك. فالواحد طبعا ممكن يسعى لوحده ويتحرك سنوات، حيوصل تعبان، بينما معاه فريق يساعده ويشتغلوا سوا الوصول حيكون أسرع والنتيجة حتكون أفضل. تمام. طب أنا كموظف كيف أعرف الأشياء اللي تنقصني من مهارات؟ هل أنا أروح للمدير مباشرة وأسأل إيش الأشياء اللي تنقصني؟ يعني هل هذا سؤال صحيح أو خطأ؟ أو أسأل زملائي؟ أو كيف الطريقة الصحيحة؟ ممكن أسأل مديري وما أكتفي بالإجابة، ممكن أسأل زملائي وما أكتفي بالإجابة، أسأل نفسي وأعرف أنا إيش أبغى وين أنا فيه، أسأل مديري وأخذ فيدباك من الزملاء وأسعى لتغيير نفسي. أسعى، أهم شيء أن الواحد يبدأ لتغيير نفسه.
يسعى في انه يغير من نفسه ويطور من نفسه اكيد. ودائما نقول انه يعني مثلا انا في قواعد كثير احب استعملها، انه ما اتنحى جانبا واخلي احد يجي ياخذ مكاني، لازم اكون انا مالية مكاني. في اشياء كثير الواحد لازم يكون واعي لها، وفي نفس الوقت يحافظ على التواضع، مستوى الثقه ما يكون جدا مرتفع، فبالتالي يعني ياخذ مقلب في نفسه يعني كذا بشكل صريح. طيب، من خلال برنامج سيدتي نصائح اكيد نحب نسمعها من حضرتك استاذ اشرف لكل الاشخاص اللي يكونوا حابين يطوروا من نفسهم مهنيا ويحافظوا على مكانهم. اول شيء انا انصح كل شخص انه يبدا بنفسه على اساس انه يتغير، يؤمن بمشاكله، يؤمن بمشاكل المحيط اللي هو فيه ويبدا بالتغيير. صعب؟ ما هو صعب، حيكون في تحدي ممكن الواحد يتجاوز، بس ابدأوا. أكيد نشكر وقتك وطبعا مداخلتك معنا اليوم أستاذ أشرف، وحقيقي يعني كثير من المعلومات والنصائح اللي ذكرتها خلال هذه الفقرة مهم لكل موظف أنه هو يرجع يراجع حساباته ويتأكد من طريقته في بيئة العمل. شكرا جزيلا. شكرا لكم. مشاهدينا، بعد الفاصل أبرز الحقائق عن طنين الإذن، وهل يعتبر مؤشر لفقدان السمع مستقبلا؟ المزيد بعد قليل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة حنتكلم عن واحدة من المشاكل الصحية اللي أغلبنا ممكن ينزعج منها من فترة لثانية، مشكلة طنين الإذن، واللي يعاني منها حوالي 15% من سكان العالم. لكن إيش هي أسباب الإصابة بطنين الإذن، وهل يؤدي تكرارها بالفعل لفقدان السمع مستقبلا؟ حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور عبد العزيز العنزي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك سلمان، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز، نورتنا. خلينا بداية نتكلم عن طنين الإذن، هل تعتبر يعني حالة عرضية ولا مشكلة صحية ممكن يعاني منها الكل؟ أهلا وسهلا فيكم، بداية حاب أشكركم على الاستضافة وأمسي عليكم الخير وعلى المشاهدين الكرام. أكيد الطنين طبعا هي مشكلة مزعجة، إذا كان الصوت اللي يسمع الإنسان بشكل متكرر لأكثر من يوم فهو يستدعي بالطبع زيارة طبيب الأنف والحنجرة للإطمئنان والفحص والتشخيص. صحيح. طيب دكتور، هل في أنواع كثيرة للطنين، وإيش أكثر نوع يعانون من الناس؟ طبعا في نوعين رئيسيين للطنين. النوع الأول هو الطنين الذاتي اللي يسمع الإنسان فقط، بينما هذا الصوت ما يسمعون الناس اللي حوله. فهذا النوع هو النوع الأكثر شيوعا والمنتشر عند الناس. ممكن يوصف المريض على أنه صوت صفير أو وشوشة في الإذن، فهذا النوع الأول. النوع الثاني الصوت اللي يسمع المريض وكذلك الأشخاص اللي حول المريض، هذا يعتبر صوت طنين يعني لو كانوا الناس يسمعونه معي؟ نعم، هذا نادر جدا أنه يحدث، ولكن هو نوع موجود، وفي حالات كذلك ممكن تحدث لها الطنين النابض مثلا على سبيل المثال، يكون صوت زي النبض، ممكن يسمع الدكتور لما يستخدم سماعة الطبية على أذن المريض يسمع هذا الصوت، وبالتالي الطنين النابض قد ينتج من اختلالات الأوعية الدموية حول الأذن. كذلك من ضمن الأنواع اللي ممكن تصير في النوع الثاني، من ضمن الأمثلة عفوا اللي تصير في النوع الثاني، هو صوت طقطقة الأذن الناتجة عن انقباضات عضلات الأذن الوسطى اللا إرادية، أو انقباضات عضلات سقف الحلق. طبعا الفئات الأكثر إصابة هم كبار السن، وتزيد نسبة الإصابة بشكل أكبر بعد عمر 40 سنة. ليش الكبار بالسن هم الأكثر إصابة؟ هل هذا ليه علاقة بمثلا أمراض أخرى؟ نبغى نتكلم على سبيل المثال مثلا مشاكل في الضغط أو في القلب أو مثلا في أي شيء ثاني، فبالتالي من الأعراض المصاحبة يكون في مثلا ظهور لطنين الإذن؟ صحيح. طبعا أكثر سبب للطنين هو نقص السمع المصاحب أو المرتبط بتقدم السن. فنقص السمع يؤدي إلى الطنين. كذلك من ضمن الأسباب ارتفاع ضغط الدم بشكل مرتفع جدا، إذا وصل 200 تقريبا غالبا يسبب طنين في الأذن. طيب هل الطنين ممكن أن يوصل أن الإنسان يفقد السمع نهائي؟ ليس بالضرورة أنه دائما الطنين يسبب فقدان السمع، أحيانا يكون الطنين مؤقت،
ممكن يتحسن أو يختفي تماماً مع الوقت، بالذات خصوصاً يعني إذا حافظنا على الأذن من الأصوات العالية، إذا ابتعدنا عن الأدوية المسببة للطنين، وإذا عالجنا مشاكل الجسم اللي ممكن تأثر على الطنين. مين الأشخاص اللي ممكن يصابوا بالطنين غير كبار السن؟ طبعاً الفئات المعرضة للطنين أولاً كبار السن أو بعض الموظفين اللي يلبسون سماعات الأذن بشكل متكرر أو بفترة طويلة، مثل موظفين الكول سنتر الإعلاميين أمثالكم. يعني إحنا من الناس لازم نستعد. فلازم الموظفين اللي يلبسون سماعات الأذن فترات طويلة ننصح دائماً أنهم يأخذون فترات استراحة متفرقة أثناء العمل، حتى ترتاح أذنهم ويرتاح عصب السمع من السمع فترات طويلة. طبعاً توصي وزارة الصحة السعودية ومجلس الضمان الصحي بأن لا نستمر في استخدام سماعات الأذن أكثر من ساعة وبمعدل صوت لا يزيد عن 85 ديسيبل، لكن المضطرين إلى استخدام سماعات الأذن فترات طويلة ننصحهم بأخذ فترات استراحة. كذلك الأفراد العسكريين اللي يستخدمون الأسلحة النارية، إطلاق النار بمسافة قريبة من الأذن قد يؤدي إلى مضاعفات مثل فقدان السمع والطنين، فلذلك دائما نوصيهم باستخدام واقي الأذن العازل للصوت على أساس ما يحصل عندهم إصابة لعصب السمع. طيب ليش لما تكون الغرفة هادية وقت النوم يزيد هنا صوت الطنين؟ ممتاز، هذا سؤال دائما يسألون إياه المرضى، وحقيقة عشان نفهم ليش، عشان نفهم إجابة هذا السؤال لازم نعرف كيف يحصل الطنين أصلاً. الطنين يصدر من المراكز العليا لعصب السمع، العصب الثامن في الدماغ. نعم، فالعصب السمع في الدماغ لما يكون في تضرر في الخلايا الشعرية لقوقعة الأذن أو عصب السمع ينتج صوت الطنين من المراكز العليا للعصب الثامن في الدماغ. المراكز العليا للعصب الثامن هي لا تستطيع تأدية مهمتين في وقت واحد، مهمة سماع الأصوات ومهمة إصدار صوت الطنين. لذلك المريض لما يسمع أي صوت في الغرفة مباشرة يصير فيه cancellation على صوت الطنين، يعني المراكز العليا تكون مشغولة بسماع الأصوات المحيطة بالمريض. مجرد ما تختفي جميع الأصوات ويكون الجو هادي والمريض ما يسمع أي صوت حيرجع صوت الطنين مرة ثانية. فهذا اللي يفسر ليش صوت الطنين يتحسن لما المريض يسمع أي صوت حوله. وهذا كان اللي يفسر أنه ليش في كثير من الناس ما يقدروا يناموا من غير ما يكون في صوت تكييف على سبيل المثال. يعني أنا مثلا من الشخصيات اللي ما أعرف أنام في هدوء. صحيح، ممكن أفتح المكيف. تفضل. صحيح، طبعا هذا النوع من أنواع الطنين اللي غالبا يكون عند كبار السن، إحنا ننصحهم بارتداء سماعات الأذن الطبية. سماعات الأذن فيها خاصية إصدار صوت خفيف أو الضجيج، الوايت نويز نسميها. طبعا هذه الوايت نويز حتساعد المريض أنه ينام بشكل طبيعي، ما يحس بصوت الطنين، تعمل بلوك على الدماغ بحيث أنه ما يصدر صوت الطنين. هذا برضو ينطبق على الأشخاص اللي مثلا يشغلوا مثلا خلفية موسيقى ولا من أصوات الطبيعة يكون بصوت هادي، فممكن فبالتالي نفس الشيء يخف عندهم صوت الطنين. نعم صحيح، أي. نفس الشيء. في خرافة أبيك تصححها لي، أنه لما الشخص يجي طنين في الأذن معناها راح يسمع خبر حلو. حقيقة الخرافات في هذا المجال كثيرة. يعني أنا أتذكر بعد في خرافة ثانية تقول إذا سمعت صوت الطنين بإذنك اليسار معناته في شخص ثاني جالس يحش فيك. فأنا صراحة ما أعرف مين الجالس يخترع الخرافات هذه، لكن أكيد لا تمت بالواقع بصلة. نتكلم عن السماعات، بما أنه يعني واحدة من الأشياء المهمة، بنعرف أنه مثلا في وقت السفر وقت الارتفاع الضغط وكذا بنشوف أنه في ناس مثلا بيستعملوا سماعات معينة بحيث أنها تحميهم مثلا من الطنين أو من آلام الإذن وغيرها. قديش هذه السدادات الإذن هي مناسبة سواء لوقت النوم العادية أو بس لوقت الطيران؟ أوكي، بالنسبة لسدادات الإذن إحنا نوصي باستخدامها فقط عند التعرض للأصوات العالية. التعرض للأصوات العالية، سدادات الإذن أو واقي الأذن العازم للصوت يكون على شكل سماعات، طبعاً هذه تحمي الأذن، تحمي عصب السمع من التعرض للأصوات العالية. فإحنا نوصي فيها فقط عند التعرض للأصوات العالية. لأنه مثلاً نلاحظ دكتور عفواً مثلاً في وقت السباحة إذا مثلاً كانوا بعض السباحين يغوصوا إلى أعماق يعني كبيرة يستعملوا سدادات الأذن. في الطيران نفس الشيء، هل هي لها علاقة بالضغط الجوي معنا؟ صحيح. بالنسبة للطيران أثناء الإقلاع والهبوط يحصل فيه اختلاف في ضغط الهواء بين الأذن الوسطى
والمحيط الخارجي. وبالتالي احنا ننصح اثناء الاقلاع والهبوط باستخدام العلكه على سبيل المثال، لانها تفتح قناه ستاكس اللي تربط بين الاذن الوسطى والبلعوم الانفي، فبالتالي تحدث معادله لضغط الهواء. طبعا لما يكون ضغط الهواء عالي في الاذن الوسطى حيحس المريض في الم في الاذن الوسطى، وكذلك حيحس في صوت طنين احيانا. طيب دكتور، اكيد في علامات او تحذيرات تكون مسبقه قبل الطنين، ايش هذه العلامات اللي انا المفروض انتبه منها وابدا اراجع الدكتور على طول؟ احسنتي، هذا سؤال جدا مهم. ايش العلامات التحذيريه اللي تخليني لازم اروح لطبيب الاذن؟ العلامه الاولى لما يكون الطنين في جهه واحده ومتكرر لاكثر من يوم، هذه علامه تحذيريه. او وجود الطنين على شكل نبضات القلب، هذه علامه تحذيريه كذلك. او وجود الطنين لفتره اكثر من 6 شهور مستمر بدون ما يختفي، هذه علامه تحذيريه تستوجب زياره طبيب الاذن. او اذا كان الطنين يعني فترته قصيره ما كمل 6 شهور ولكن مزعج جدا للشخص يعيق نشاطاته اليوميه مثل النوم والعمل، فيستوجب اكيد زياره طبيب الاذن. دكتور اسالك بشكل سريع، يعني بنعرف انه فتره كورونا هي كانت مرحله فارقه لكثير من الناس في حياه الناس اجمع. صحيح. كثير نسمع انه في ناس بعد ما تشافوا من كورونا نزل سمعهم للنص، هل هذا ليه علاقة إصابة ببعض الفيروسات القوية تأثر على مستوى السمع عند الأشخاص؟ صحيح، العلاقة موجودة بين فيروس كورونا وفقدان السمع الحسي المفاجئ. وعلى فكرة ما هو بس فيروس كورونا اللي يسبب هذه المشكلة، في فيروسات أخرى ممكن تسبب نفس المشكلة مثل فيروس الهربس البسيط، فيروس الحصبة، كل هذه الفيروسات ممكن أثناء الإصابة بها تسبب يعني فقدان السمع المفاجئ، او اثناء اعاده تنشيطها في الجسم ممكن تسبب فقدان السمع المفاجئ. طبعا فقدان السمع المفاجئ ممكن يحصل في اي عمر، ممكن يحصل في عمر 20 سنه 30 سنه. المهم للمشاهدين لما يحصل فقدان سمع مفاجئ في احد الجهات في الاذن يجب زياره الطبيب فورا وبشكل عاجل لأخذ العلاج بأسرع وقت ممكن. طبعاً العلاج يكون غالباً أدوية الكورتيزون وتزيد فعاليتها إذا بدينا فيها في الأيام الأولى من ظهور الأعراض. دكتور عبد العزيز الله راح نكمل معاك، لكن اسمح لي أطلع فاصل ونرجع. مشاهدينا فاصل وبعدها راح نرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومكملين وياكم موضوع او مشكله طنين الاذن مع استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره الدكتور عبد العزيز العنزي. اهلا بك مره ثانيه دكتور عبد العزيز. يعني في هذه الفقره خلينا نركز اكثر على موضوع علاج مشكله طنين الاذن، هل في علاجات معتمده الان نقدر انه نقول انه ممكن تكون حل لمشكله طنين الاذن او لا؟ ممتاز، يتكرر دائما هذا السؤال. حقيقه لا يوجد دواء حتى الان معتمد من هيئة الغذاء والدواء مخصص لعلاج جميع حالات الطنين، لكن الأدوية تعتمد على حسب حالة المريض وعلى حسب المسبب للطنين. تمام. أيضاً إلى جانب العلاج، هل في تمارين ممكن يعملها الشخص عشان مثلاً يخفف عند هذا الطنين؟ أوكي، بالنسبة للتمارين لا يوجد تمرين كذلك معتمد من اللجان العلمية لجراحة الأنف والحنجرة يساعد جميع حالات الطنين. أنا اطلعت صراحة، يمكن كثير مننا اطلع على بعض التمارين في السوشيال ميديا اللي ممكن تساعد البعض مرضى الطنين، مثل التمرين الأول اللي يعمل مساج أمام منطقة الأذن، مساج في مفصل الفك السفلي المرتبط مع عظمة الأذن. هذا إذا كان مصدر الطنين في نفس المفصل قد يساعد في تخفيف حالات الطنين. التمرين الثاني اللي يمسك اذنه ويسحبه على جنب، يسحبها على جنب، هذا التمرين ممكن يساعد في اذا كان مصدر الطنين اختلال في وظائف قناة ستاكس او وجود شمع في الاذن الخارجية. كذلك في تمرين النقر على الرأس من الخلف، هذا التمرين ممكن يفيد فقط اذا كان مصدر الطنين العضلة الموجودة في خلف الرأس، أوكسيبيتاليس مصل. إذا كانت هذه العضلة مشدودة تسبب صداع خلف الرأس وكذلك طنين، فهذا التمرين ممكن يساعد هؤلاء الفئة من المرضى. ومهم كمان دكتور خلال هذه الفقرة أنه نوعي الأهل
بالنسبة للأطفال اللي بيستعملوا مثلا الأجهزة الذكية أو السماعات وبيقعدوا لفترات طويلة بيلعبوا قد إيش هذا الشيء ممكن يكون مؤذي لحاسة السمع عند الأطفال؟ صحيح، هذا شيء جدا مهم، لأن الإنسان دائما يهتم في نفسه ويغفل عن الأطفال، والأطفال نفس الشيء ممكن يتضررون نفس الكبار، يتضرر عصب السمع عندهم إذا تعرضوا للأصوات العالية. فأنا أنصح الجميع من يستخدم سماعات الأجهزة الذكية في تعديل إعدادات الجهاز الذكي، في خيار الهيدفون سيفتي من ضمن الإعدادات أو سلامة سماعات الرأس، ممكن نعيد ضبط الديسبل الموجود إلى 85 ديسبل، لأنه غالبا يكون ضبط المصنع على 90 ديسبل. توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أنه لا يزيد معدل الصوت عن 85 ديسبل. ايضا دكتور، اللي يستخدمون الجوالات كمكالمات كذا هم على بالهم ان هذا اقل ضرر من لما البس السماعات، هل هذا الشيء صحيح او كلها في نفس الخطوره؟ طبعا ما يعني الجوال، سماعات الجوال غالبا تستخدم الموجات الكهرومغناطيسيه، وسماعات الاذن قد تكون سماعات سلكيه او لاسلكيه. باختلاف التقنيات وجد في الدراسات انه لا فرق في الضرر بين هذه التقنيات المستخدمه، لكن الاهم من ذلك هو الاستخدام الامثل للسماعات. اكيد نشكر تواجدك اليوم معنا الدكتور عبد العزيز، وحقيقي يعني نوهت على كثير من الامور اللي المفروض انه احنا نخلي بالنا منها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، بعد الفاصل في فقره قول رايك اليوم زميلنا مبارك الكويك بيسال الناس كيف تواسي نفسك. في هذه الفقرة معنا موهبة لفنان أبدع في رسم لوحات فنية مميزة باستخدام المسامير والخيوط على طريقته الخاصة. خلينا نتعرف على هذا الفن وطريقته. أيضا ينضم معنا في الاستوديو غالب العلوي أو العلوي. فنان، أهلا وسهلا فيك غالب. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية أشكر قناة روتانا الخليجية على الاستضافة، ولي شرف بالانضمام بالاستديو. نورتنا. اكيد طبعا في البدايه نبي نسالك كيف كانت بدايتك، يعني ما شاء الله انت قبل شوي قبل الهواء قلت لي صار لك سنه، يعني ممكن الانسان هذا الشيء او هذا الفن يتعلمه، صحيح؟ صحيح، لانه هو فن تقليدي، ممكن بتتبع الخطوات 1 2 3 في النهايه راح توصل الى النتيجه اللي تبيها. مع الممارسه راح يكون في تطور. ودي أسألك غالب، يعني كيف قدرت تتعلم هذا النوع من الفن؟ كيف قدرت تطور نفسك فيه؟ البدايات. البداية أنا بدأت قبل سنة وعشرة شهور. شفت مقطع في اليوتيوب وحبيت أطبقه، كان صورة خيل حصان صغير. والحمد لله تم التنفيذ ونالت إعجاب الأهل فشجعوني على الممارسة فيها. طيب ليش هذا النوع من الفن بالتحديد يعني ما نشوف عليه ناس كثير مقبلين عليه؟ هل هو لأنه صعب أو لأنه ما له مردود مادي؟ لا، هو جدا سهل. يعني أنا ما شفت من تجربتي ما شفت فيها صعوبة. هي تحتاج إلى صبر، لأنه يأخذ جهد وقت طويل، وبيحتاج إلى دقة بتثبيت مسامير مسافات معينة أو بطريقة تثبيت الخيوط. هنا بنشوف توزيع الخيوط أصلاً يعني لها طريقة معينة مختلفة، هل تحكمك بتوزيع الخيوط ممكن كمان يأثر على الصورة النهائية، ولا توزيع الخيوط بيكون بشكل عشوائي؟ ممكن تصير بعض اللوحات بشكل عشوائي، بس شخصياً أنا ما أحبها تكون بشكل عشوائي. كل ما تكون مرتبة ومنسقة يطلع جمالية أكثر. طيب لو أي شخص مثلاً حاب يدخل في هذا النوع من الفن، هل لازم يكون هو أصلاً رسام أو يجيد الرسم، ولا عادي أي شخص؟ لا عادي. أنا اللي خلاني أتوجه إلى العمل هذا بحكم أن أنا ما أنا فنان، ما عندي لا رسم ولا مثلاً خط أو شيء، فاتجهت إلى مع أنه لك يعني لوح رسمتها لشخصيات مختلفة، صحيح؟ إيش هي الشخصيات اللي مثلاً نفذت عليها هذا النوع من الفن؟ شخصية كريستيانو موجودة هنا بعد عندي. وسويت شخصية الأمير المنطقة الشرقية صاحب الملكي سعود بن نايف، وشخصيتين ثلاث تقريباً. وكيف رسمتها طيب؟ إذا يعني أنت بطبيعتك حر، اسم الله عليك، مو رسام.
بستخدم البروجيكتر. اوكي حلو. يعني بعد تاسيس الخشب والدهان وكل شيء، بعدين احط الصوره على اللوح برسمه عن طريق البروجيكتر، وبعدها تثبيت المسامير. واضح. يعني ما شاء الله نشوف لوحاتك هنا موجوده في الاستوديو في كل مكان. انا هذيك اللوحه اخذت قلبي مره. كيف انت طبقتها وكم اخذت منك وقت؟ هي الاعمال تتفاوت كالوقت من يومين الى 5 ايام على حسب المقاس، على حسب التصميم، الاضافات اللي بركب فيها مثلا الخامات. نتكلم شويه عن مشاركاتك، مثلا اذا كان لك مشاركات في مثلا المعارض، المهرجانات، مسابقات غيرها. خلال سنه الحين شاركت تقريبا حول 7 مهرجانات. ما شاء الله. والحمد لله شفت الاعجاب في الجمهور. طيب هذا النوع من الفن هل لازم استخدم خامات معينه او لوح معينه له؟ هو الخشب واحد، يعني تقدر تستخدمي جميع الخشب. جميع انواع الخشب. جميع انواع الخشب، بس انا احب النوع اللي بيسموه خشب الاوك. بيكون وزنه خفيف، بتقدر تعلقي اللوحه على الجدار بسهوله. وعروق الخشب بتكون بارزه فيه، بعد بيعطي جماليه اكثر. انواع المسامير هي مختلفه، احجامها، انواع الخيوط، كلمنا عن هذه الخامات اللي برضو يعني المسامير انا احتاج في استخدمت مقاسين. اي مقاس مثلا هذا الكبير الانش ونص، وفي مقاس صغير حق التفاصيل الصغيره اللي احيانا بيكون يدوب اكتبانها بالضبط، يعني اساس ان اعطي مساحه كويسه لها. اكيد يعني تجيك انت طلبات كثيره من الناس، وش اكثر مثلا لوحه يطلبونها؟ مثلا يقول لك ارسمني، او مثلا ارسم حيواني المفضل، او انت ابدع من كيفك، ايش اكثر الانواع؟ اكثر طلبات حق المناسبات، مناسبه الزواج زي هذه الموجوده. ومناسبه المواليد. والشخصيات برضو عليها اقبال. جميل جميل جدا. يعني وبصراحه مميز انه كيف تستخدم الخيوط الملونه، مو بس يعني مثلا احنا اول ما تعودنا على هذا النوع من الفن كنا نشوف بس الخيوط السوداء، لكن كمان كيف انه بتدخل فيها خيوط ملونه، وكمان بتدخل عليها خامات مختلفه، يعني زي هذه القطعه اللي حبتها ندى، يعني مدخل فيها كمان اكسسوارات واشياء مختلفه. هذا حبيت ابرز اللي هي القرقيعان او الجلوات. أيه. مثلا بيكون فيها معروف معروف. خلينا نتكلم شوي عن اكبر لوحه، ايش هي المواصفات اللي دائما تحس انه هي تحدي بالنسبه لك؟ انا دائما احب التحدي لما يجيني احد في طلب جديد، احب ان انفذه، يعني حتى اجربها بيني وبين نفسي، اشوف غيري مثلا نفذها اقول ليش انا ما اقدر انفذ، احب صحيح. اجرب مثلا هذا أول عمل لي، لسه ما نفذت واحد ثاني. فكرتها تختلف عن باقي اللوحات. هذا بطريقة يسموها بيترس فيرلس، لازم تكون عدد المسامير معدودة. أنا عارف كم مسمار فيها الحين. أوكي. فيها 217 مسمار. تمام. وعدد لفات الحركة الخيوط. 3500 حركة. هي اللي تفرق، فبالتالي هي اللي يعني هذه شغال فيها على الشادو أكثر، على الظلال تشتغل أكثر. بالضبط. عشان تبان. كلها هي بلايوت أبيض. عاد هنا من قريب يا جماعة، الغريبة إنه مو مبين الرسمة، لكن قاعدة أشوف إنعكاسها. صحيح. صارت الرسمة واضحة. مزبوط. حلو. يعني رسم الملامح هل هو صعب تشوفه؟ كم يستغرق وقت معاكم؟ إيش أشياء تستخدمونها خصوصاً في رسم الملامح؟ بهذه الطريقة ولا الثانية؟ بهذه الطريقة. هذه تتطلب دقة في الشغل كثير، فجهد حتى في العين لما أتبع الخطوات بيكون جهد كثير عليها. إيش تستخدم؟ إيه تفضلي. أبي أعرف إيش تستخدم بالضبط لها لما تكون ملامح. شلون أستخدم؟ هي برامج. هي برنامج أحط أعدل أول شيء الصورة بالمونتاج وخطوات هذه، بعدين يعطيني الخطوات اللي أمشي عليها. لو حصل خطأ أثناء لف الخيط إيش يصير معك يا غالب؟ أحياناً بعض الأخطاء تقدر تتفاداها لو تتعالج، وبعض الأخطاء لا بيكون تل خلاص ترجع تعيد من أول وجديد. وهذه الخيوط ضعيفة اللي استخدمتها فيها، نفس الخيوط حق العباية. هذه خيوط العباية يعني اللي زي الحرير يعني؟ ما تكون زي الصوف العريضة؟ لا، هذه خيوط عريضة. قطنية. حلو.
خلينا نتكلم كمان عن خطتك المستقبلية، يعني كيف تحاول دائما أنك تشجع الناس يكون لهم إقبال أكثر لهذا النوع من الفن؟ هل مثلا بتفكر أنك تعمل زي ورش عمل أكثر، يعني خصوصا لما نتكلم بس والله عندنا في السعودية المناطق واسعة ومتفرقة وكثير يعني في اهتمامات مختلفة ما بين كل منطقة وثانية. صحيح. بالعكس أنصح الشباب أن يطبقوا أو يتعلموها، يعني هي مهارة جيدة وممتعة في نفس الوقت. أنا عندي عيالي بيسووا الحين بيحاولوا يأخذوا الخطوات يطبقوا فيها. شكرا لك غالب، نورتنا اليوم. العفو، شرف لنا. مشاهدينا بعد الفاصل، تحذيرات بعدم الزواج من الموظفة، فهل يخاف الرجل من المرأة القوية؟ نسمع دائم عن أهمية الاستقلالية للمرأة وضرورة تحقيق ذاتها نفسيا واجتماعيا سواء في وظيفة أو عمل خاص فيها، لكن في المقابل ما زال بعض الرجال يرفضون أو لا يفضلون أن تكون زوجتهم موظفة أو حتى مستقلة ماديا. راح نناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، وينضم لنا في الاستوديو الأستاذ ناصر الجماعة، مستشار إرشاد نفسي وزوجي. حياك الله أستاذ ناصر. أهلا وسهلا فيكم، سعيد تواجدي معكم. أستاذ ناصر، طبعا كثير في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنه بسبب أن المرأة موظفة أو مستقلة ماديا تكون في إحصائيات طلاق كثيرة اللي وصلت حتى إلى نسبة 84%، يعني نسبة جدا كبيرة. هل صحيح بسبب أن المرأة تكون موظفة؟ هو في الحقيقة مو سبب المرأة تعمل، لأن المرأة تعمل من زمان لكن بأشكال مختلفة. كانت تشتغل في مزرعة، تشتغل مثلا في النسيج، تشتغل مثلا في إعداد الطعام وبيع الطعام للناس وكذا، تعتبر لكن موظفة. هذه نفس الشيء، هي طريقة من طرق الكسب، نفسها نفس الوظيفة، كأنك تشتغل مثلا في موظف في شركة أو كذا. بس اللي تغير الآن أننا ما عندنا توافقية ما بين احتياجاتنا والحياة اللي إحنا نعيشها. يعني هذول النساء اللي تطلقوا سواء كانوا موظفات أو غير موظفات، حنجد أن في أسباب يشتركون فيها جميعا. يعني مثلا من أهمها مثلا قلة الاحترام وسوء العشرة، اختلاف الأهداف، اختلاف التوجهات، يعني إخفاء بعض الحقائق قبل الارتباط، إن الشخص يكون داخل هذا الزواج بسبب ضغوط مجتمعية على يتزوج عشان الناس. فبالتالي من الطبيعي إنه إذا توفر مصدر للإعاشة يخلي هذه الأنثى تأكل وتشرب وتقدر تسكن، طبيعي إنه حيكون في انفصال. إذا هي وفرت لنفسها، إذا هي يعني أقصد إنه لم يعد الهدف من الزواج هو الحصول على الإعاشة، وإنما في أهداف أخرى. صحيح. في هدف إني أجد بني آدم سوي أتحاور معه. طيب. لما نتكلم اليوم عن كثير من، وأنا بصراحة يعني وقفت عليها وشفتها كثير في منصة إكس، لا ترتبط بمرأة متزوجة، ليش الرجل ممكن يخاف أو إيش اللي يحس به الرجل واللي تعاني منه هذه الأسرة إذا كانت الزوجة موظفة؟ طبعاً يقولك لا تتزوج امرأة موظفة ولازم تتحكم فيها وتعرف وين راحت وين جت. الفكرة هذه كلها مرتبطة بما نسميه بثقافة الريدبل. ثقافة الريدبل هي عكس تماما التوجه النسوي. التوجه النسوي يقول لك ان الرجل ليس له فائدة في الحياة الا انه يشتغل وفقط في عملية التكاثر، فلذلك انت مستقلة عاطفيا وماديا، يجب الا يمكن من ولا شيء. وهذا تطرف الحقيقة، حتى مش سوي مع الانسان. ظهرت مقابل لها في الغرب ثقافة الريدبل اللي هي حماية الرجل من، خلينا نقول، تمادي المرأة وتسلط المرأة. فصار في الاتجاه برضه، هذا تطرف هذا تطرف. احنا نبغى الله عز وجل يقول وكذلك جعلناك أمة وسطا، نحن أمة وسط. فيعني الكلام التطرف هذا غير صحيح، والتطرف برضه النسوي غير صحيح. اللي نبغى نقول له ان الرجل الآن عليه مسؤولية أن يطور مهارات التواصل الإنساني. شكرا. لازم يصير يعرف يتكلم. ما هو أثمن حاجة تقدر تقدمها الآن لأي بني آدم في الحياة، أنك تجلس أنت وياه ثلث ساعة بدون ما يعني يقاطعكم شيء، أنك تجلس فعلا بحضور حقيقي، في مشاعر حقيقية، بدون جوال، بدون ما تكون مسرح ولا مفهي. المهارة هذه ضعيفة عندنا الآن، إحنا نبي نطورها. صحيح. طيب قبل ما يدخلون بيت الزوجية، أكيد يعني مثلا الزوجة من حقها أنها هي تضيف بعض الشروط اللي تشوف أنها هي تحتاجها، مثلا وظيفة، بيت مستقل وغير من هذه الأشياء. في بعض الرجال يشوفون أن هذه الشروط تمس رجولتهم، إيش تعليقك؟ أنا أشوف أنه الآن إحنا نحتاج ما نسميه بما اتفاقية ما قبل الارتباط، يعني قبل الارتباط علشان ما يدخلون في مشاكل بعدين. مو بس اللي هو عملية الوظيفة هو السكن اللي المفروض نتفق عليها، مفروض نتفق على شكل الحجاب، الحريات الشخصية، السفر، أسافر ولا ما أسافر، طريقة الصرف.
من يعني الفواتير حتكون علي من علي ولا عليك؟ اغراض البيت علي ولا عليك؟ هذه جديدة. ما هو لازم نتكلم فيها، اذا اذا خلينا الموضوع على الكرم والمراجل وال على عاداتنا على عادات تقاليدنا، لا هو ابن حلال وفاهم اكيد ما ينفع الان. الان لازم يصير في اتفاقيه. فاحنا الان حتى في اكثر من مكتب محاماه الان جالسين نشتغل معهم على تصميم ما نسميه باتفاقيه ما قبل الارتباط. طيب لو حصل شيء واختلفنا، الاولاد حيكونون عند مين؟ الشيء هذا احنا ما نفكر فيه، هم الغرب سبقونا بذلك. احنا ما نقول اننا ننسلخ من هويتنا الاجتماعيه والاسلاميه، لكن هو تكنيك موجود من الغرب وحنا نطور عليه بما يتوافق مع احتياجاتنا. لاننا لا نعيش في عالم يعتمد على انك والله خليها على الله. اوكي احنا نخليها على الله، في اساءة مفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى واحسان الظن بالاخرين الغير مبرر او يعني المبالغ فيه. نحتاج احنا نتفق على الاشياء الاساسيه قبل الارتباط. يعني تبغى تقنن الموضوع شوي طبعاً استاذ. طبعا لان المشاكل لان استاذ رؤى يعني 80% من حالات الطلاق هي بسبب اشياء لم يتم الاتفاق عليها. يعني انا اتوقع الحين نسبه السيدات الموظفات صارت نسبه عاليه، ولكن لما نجي نتكلم عن بعض السلبيات اللي يعني نرصدها دائما ونسمع عنها في تويتر، يقول لك او في منصه اكس يقول لك والله طالما انه هي بتغيب عن البيت فهي مقصره في تربيه الاولاد وانها ما تقوم بواجباتها كامله اتجاه زوجها و و و, و. هل هذه تعتبر يعني سلبيات أساسية؟ والله شوفي يا أستاذة هذه شماعة. الآن الحياة اللي إحنا نعيشها هي تتطلب قلة الوقت مع الآخر، يعني أولادك اللي أنت تتكلم عنهم في عندك حضانة، في عندك ممكن خادمة موجودة، أحيانا إذا كانوا ساكنين قريب من الوالد أو الوالدة ممكن تكون الجدة حاضنة، فبالتالي ما يحتاجونك الأولاد يعني مثلا 18 ساعة في اليوم، يكفي جلوسك معهم ساعتين أو ثلاث أعتقد. كواليتي تايم. كواليتي تايم إذا تم ترتيب الموضوع بشكل جيد. وكونها تعمل لا شك أنها حتساهم في أول شيء في تنمية الاقتصاد، ستساهم في رفاهية الأسرة. الأساسيات أنا وجهة نظري هذا مو علم، وجهة نظر أنه يتحملها الرجل أكثر، يعني سواء للأسرة العربية أو الأسرة الخليجية. الأشياء الكمالية اللي فيها سفر، خادمة، ترفيه، مدري إيش، ما يمنع أن المرأة تشارك. صحيح وعن يعني طيب نفس إذا حتدفع ريال واحد هي من جوا مو مرتاحة أقول بلاش منها. طيب خلينا نستعرض معك هذه التغريدة اللي عرضت طبعا على منصة إكس، خلينا نشوفها مع المشاهدين ومعك. مكتوب فيها: عزيزي الشاب، إذا اشترطت المرأة عليك الوظيفة، قيادة السيارة، السفر، عدم منعها من الخروج مع صحباتها، أكمال الدراسة، هي بذلك تنزع رجولتك وقوامتك ومهابتك بطريقة منتوية وكسرت إطارك وأدخلتك في إطارها، فإن قبلت فأنت ذكر متدني القيمة وأثبت ذلك، وإذا لم تقبل بك زوجة مضطرة لك. هذه ثقافة الردبل، يعني التطرف الذكوري، يعني برضو يعني ترى من الطبيعي أن أي إنسانة في الحياة أنها تعمل وتخرج مع صاحباتها وكذا، يعني إذا في احترام وفي تفاهم هذا كله الكلام هذا ما نحتاجه والله. ما نحتاج إحنا نفترض صراع. مع الأسف يعني بعض الناس الله يهديهم يكون متحمس شوي وممكن يعني لعل التعبير يخونه وممكن يفترض صراعات يمكن ما نحتاجها على أرض الواقع. أنا أشوف تطرف والله. يعني وجود اشتراطات واتفاقيات بهذه الطريقة بصراحة أشوف أنها خطأ. يعني زي ما ذكرت إحنا في الآخر كائنات متطورة، ربما أنا الآن أكون في عنفوان شبابي وأبغى أسافر أروح وأجي وبهت النهار أتزوج أقول لك لا والله أنا إنسانة بيتوتية وما أحب لا أروح ولا أجي. طيب بعيدا عن المرأة الموظفة، هل فعلا الرجل يخاف من المرأة القوية المستقلة اللي يكون لها شخصية ولها كلمتها ولها رأي وتكون ناضجة وواعية ومتعلمة؟ رجل متوازن يعني ما اقدر اصنف، بس خلينا نقول الرجل المتوازن. الرجال اثنين هم، يا رجال متوازنين الذكوره هذول ما يتاثرون ابدا، بالعكس ينبسط ويفرح ويحفزه انه ينافسها يقول عشان يصير يتفوق يصير يعني يكسب اكثر. اما الرجل اللي والله عنده بنوثة شوي معلش اسمحوا لي، بمعنى سلوك انثوي، بمعنى الغيره، الحسد، الشك، عدم الرغبه في تحمل المهام، هذه كلها سلوكيات انثويه. الرجل اللي نسميه اللي عنده ضعف شوية في جانب الذكورة طبعا بيخاف لأنه بيهدده هذا الشيء. واضح جدا. طيب بالنسبة يكون زعلنا أحد، بس أحد زعلان بكرة يطلعون لا كلهم رجال ما شاء الله عليهم ما ينخاف عليهم. يعني دائما المرأة اللي تكون مثلا موظفة، هل من الضروري أنها لازم تساعد زوجها في المادة مثلا، خصوصا أن اليوم تكاليف الحياة باهظة جدا؟ أول ما الأنثى تساعد الرجال هي الآن بدأت أول خطوة في هدم العلاقة. فالرجل بشكل عام ما ينفع أن الأنثى تساعده ماديا، مطلوب منها المساندة، أن تقوم بدورها العاطفي والنفسي تجاه الرجل. ليش؟ لأنها لما تساند الرجل وتدفع معه، تدفع له يعني الأشياء اللي مفروض هو يتحملها. أنا ما أتكلم على الأشياء الطارئة، أتكلم على الأشياء الأساسية اللي المفروض يقوم فيها الرجال.
بعدين حتخسر هذا الرجل. ليش؟ لأنها حتطالبه في اللاوعي بسداد قيمة الأشياء اللي سوتها له. طيب خليه يسدد، ايش المشكلة يا استاذ؟ اغلب الناس ما يسددون. اي خليه يسدد يعني لا يكون حسن العشرة. ما هو اغلب الناس ما يلتزمون، فلذلك حيدخلون في قضية الصراع، حتدخل في قضية الخذلان، ساعات سويتك وانت ما رجعت لي. عموما بشكل عام اي انسان في الحياة انت تساعده غالبا هو يتركك او تنتهي العلاقة. ما ادري ليش بس هي كذا يعني. خلينا نتكلم على التوازن، بما انه احنا قاعدين يعني بنعيش هذا التطور السريع، وصار يعني وظيفة المرأة لا تقل أهمية عن وظيفة الرجل، وفي اتفاقية لطريقة المصاريف، وخصوصا لما نتكلم عن المادة دائما سبحان الله ممكن يكون لها شروط ومعايير مختلفة، وممكن نتغير كمان من صحة الزواج او حتى غيره. السؤال هنا كيف احنا ممكن نحقق هذا التوازن بحيث نرفع من وعي المرأة ونرفع من وعي الزوج ايضا؟ لازم كل واحد فيهم يدرك دوره الحقيقي في هذه العلاقة وما يتنازل عن دوره الاساسي، ما يتنازل عن دوره مهمته الاساسية. يعني في بعض الرجال مثلا يعتقد ان الخدمات والكماليات هذه كلها لازم اشياء يسويها. الان صار في تطبيقات تساعدك، انت دورك الان في توفير الاشياء الاساسية زائدا القيام بدورك العاطفي ودوره ايضا في العلاقه الخاصه. ترى هذا كافي، يعني اكثر من كذا احنا ما نحتاج. لما نحمل العلاقه ما لا تحتمل بالتالي ندخل في التحكم، تصير الانثى تبغى تتحكم في الرجال، تبي تغير فيه، تبي تصلح فيه اخطائه، ويبدا الرجل داخل فاهم هو القوامه اني انا اتحكم فيك واخليك تمشي على 1 2 3. هي مو بالشكل هذا، هي قائمه على اشباع الاحتياجات بشكل جيد. صحيح. يعني الحين تقول استاذ ناصر انه الاحتياج العاطفي او المشاركه اهم من الماديات، اهم الان في الزمن اللي نعيشه. طبعا اهم، لان اي وحده الان معها ان شاء الله ثاني متوسط تنزل في اي مكان تشتغل تاخذ 5000 ريال. صحيح. تقدر تشتري سياره، تقدر تستأجر بيت، تقدر تسوي كل الاشياء. صحيح. لكن الجانب الاساسي اللي هو الجانب الانساني هو اللي محتاج كواليتي، هو اللي محتاج تطوير. اكيد. صحيح. طيب استاذ ناصر، هل في رايك ان اي 2 مقبلين على الزواج سواء امراه او رجل لازم ياخذون دورات تثقيفيه ما قبل الزواج او لا؟ والله احنا شيل وحط الان، حتى حاولنا اننا نضيف شرط انها يعني من ضمن الشروط. الان لو واحد مثلا الزواج. لا، مع فحص الزواج، انه يقول والله في شروط مكتوبه في الموقع، يعني اللي اذا انت بتقدم على مثل بتتزوج اللي هي سكن مستقل وكذا، احنا نبغى نضيف انه ياخذ كورس عدات مقبلين على الزواج. ما يمنع، مع انه انا شوي اقول هل معقول يعني ايامها ممكن يكون مؤثر اكثر، هل مثلا خلفيتي التربويه وبيئتي ومجتمعي ولا الدوره اللي حاخذها لمده 3 أيام أو 3 ساعات هي اللي حتخليني زوجه صالحه؟ اذا كان أخذك لهذا الكورس اختياراً منك، أيوة. الأثر يتجاوز 40 إلى 50%. أما إذا كان جبراً قالك والله ما نقدر نسوي كذا إلا لازم تأخذ الورقة هذه، فحيكون زي اختبار قيادة السيارة. صحيح. يعني الأشكال الطرق وكذا كلها تمر عليك وبس عشان تختبر وتنجح. أكيد أتفق معك، ونشكر تواجدك اليوم معنا أستاذ ناصر، وفعلاً يعني هاي نتكلم على مؤسسة الزواج هذه اللي يعني لابد يكون فيها كثير من التفاهم. أنا ما بقول تضحيات وتنازلات، لأنه ربما يعني تؤخذ بطريقة مختلفة إذا الطرف الثاني ما تنازل أنا ما أتنازل ونستنى مين اللي يبدأ أول شيء في موضوع التنازل، إنما هي مسؤولية الطرفين في الآخر. شكرا لوجودك اليوم معنا، نورتنا، حياك الله. سعيد تواجدي معكم، شكرا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أجمل التحايا من فريق برنامج سيدتي، وأكيد رح نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.